شفنا عالمنا عم يتغير من شاشة التليفون. وفهمنا شو بيصير لما تنطفي الكاميرا. قررنا نأسس ميجافون لنفرج صور وأصوات وقصص الناس يلي ما بتملك محطات التلفزيون. هيدي الثورة! قضينا لنا الجالون آخر جالون وفتنا على المياه الإقليمية ما مشينا شي. في كتير أشياء تغيرت من لما تأسسنا، بس بعدنا منحازين لضحايا النظام السياسي والاقتصادي. أهلا وسهلا. خبرنا قصة الاقتصاد لنحذر من حدمية الانهيار. خلينا الكاميرا بالشارع لنوثق قمع العسكر والميليشيات ونفرجي صمود الناس وشجاعتهم. فضحنا صفقات النظام لنظهر شبكات المصالح. حققنا بانفجار المرفأ لما تنطوي الصفحة. أيضا المحقق القضائي عم يشتغل سياسي مسيس. غطينا قضايا شعوب المنطقة والعالم لأنه نضالاتنا مشتركة. وكنا شهود لكل تحولات المجتمع. بلشنا ميجافون كمتطوعين نشتغل على الفيديوهات والأخبار بعد الدوام. 17 تشرين تركنا أشغالنا لنواكب الثورة. لنقدر نستمر بالتغطية اليومية بعد الثورة قدمنا على منح من مؤسسات بتدعم الصحافة المستقلة. هالشي خلينا نصير مؤسسة بتضم 22 شخص بيصنعوا محتوى مجاني بينشاف أكتر من 7 ملايين مرة كل شهر. بس المنح مش كافية لتأمين استمرارية ميجافون وتوسعه. عم نحاول اليوم ننوع من مصادر دخلنا، مشان هيك فتحنا باب التبرعات لمتابعينا خارج لبنان. المواجهة مع النظام منا بس بالسياسة، عم تحاول السلطة اليوم تفرض قصة جديدة للانتفاضة والانهيار والانفجار. الفوضى التي جئتم بها إلى لبنان تحت عنوان تشرين. حول كل انفجار المرفأ أنك كنت تعلم، هي حملة يعني طبيعية بتقلي. تضحيات وتقديمات لا ما ينهار كل شيء بالبلد وحمد الله مش الحال. القصة بتنقلب على الضحايا وبتبرئ النظام من جرائمه. دعمكن بخلينا نستمر بتقديم محتوى نقدي لأن المواجهة كمان باللغة والقصة والصورة اللي بتبقى.